اش كاين في طنجة؟ واليوم جبتكم افتتاح مطعم نازل شاف فرات تاني وليتي تواجد في شارع محمد السادس او كما كيسمونها في طنجة بلاية او منابط. بالنسبة لشكل المحل فالصراحة لا الالوان ولا الديكوراسيون ديالو زوينة بزاف، وحتى الحجم ديال المحل فكبير بزاف، هنا مكان رائع بزاف عجبني. بالنسبة في الافتتاح فتقدموا لينا حلويات على اشكال واصناف مختلفة من صنع المحل، صراحة زوينة بزاف، زائد ان حضرنا حتى صنع اكبر شاورما في العالم. اما دابا خليكم تعيشوا معنا اجواء الافتتاح. ترى ترى كلهم مني مضغوطين، انا الاول عالي